مشروع عربي تعليمي هو الأول من نوعه في المنطقة. جهاز كمبيوتر محمول بعلامة تجارية وتصميم عربي بالكامل أطلقته مجموعة طلال أبو غزالة تحت اسم تاجي توب بمواصفات تقنية عالية بهدف تحويل المناهج التعليمية إلى مناهج إلكترونية واعتماد التعليم التفاعلي للوصول إلى مجتمع معرفي. هو من تصميم عربي إضافة إلى أنه باسم عربي وباستثمار وإنتاج عربي. هو على أعلى مستويات المواصفات الدولية. يعني نحن لم نشأ أن ننتج منتوجا رخيصا وبمواصفات متدنية، لأن نعتقد أن الإنسان العربي والطالب العربي والطفل العربي يستحق أعلى المواصفات ليكون موازيا ومتفوقا على أقرانه في العالم. هذا المشروع مشروع غير ربحي، سيباع بسعر التكلفة فقط دون إيراد قرش ربحي. هو أعلى مستوى من المواصفات في فئته في المنتجات العالمية، ولكنه أرخصها لهذه الأسباب. وقد أضيف إلى هذا الجهاز برامج تعليمية متنوعة، منها معاجم طلال أبو غزالة ومعجم الملكية الفكرية والأعمال القانونية، وبرنامجا تدريبيا على امتحانات شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات والمعتمد من هيئة الامتحانات الدولية في جامعة كامبريدج البريطانية. الجديد فيه أن فيه برامج محملة مسبقا بما فيها قواميس وطريقة تعليم لاستعمال الكمبيوتر والإنترنت. يعني الجهاز أداة لمن يريد أن يتعلم، فهو في برنامج مخصص بشهادة كامبريدج أبو غزالة، شهادة كامبريدج العالمية لتقنية المعلومات والتي اعتمدت في المملكة العربية السعودية للتدريس. هذه موجود هذا البرنامج للتعليم عليها، فيبقى أن يتقدم الطالب بالفحص ويحصل على شهادة من جامعة كامبريدج في تقنية المعلومات. يسهم هذا المشروع في تخليص الطالب من عبء الحقيبة المدرسية التي أثقلت كاهل الأهالي وأثرت على صحة الطالب لوزنه الذي لا يستطيع تحمله في بعض الأحيان، إلى جانب بناء وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات. حطينا في عين الاعتبار أنه يكون الجهاز زي تقولي هو البديل القادم للحقائب المدرسية وللكتب المدرسية. فإحنا عندنا خطة إن شاء الله في المستقبل أنه كل الكتب، حلنا نحكي على مستوى المملكة، أنه كل الكتب نسويها بطريقة إلكترونية، أنه الطالب ما يضطر النمور أنه يحمل الشنطة تبعته على كتفه ويروح المدرسة وزنها 10 كيلو ويوصل البيت مدرسة محدود ويرجع البيت محدود. فإحنا هلا الهدف القادم أنه نسوي كل الكتب الإلكترونية تنزل على جهاز تاجيتوب ويصير الطالب مدرسته في جهازه وليس في حقيبته. وقد وقعت مجموعة طلال أبو غزالة مع شركة مايكروسوفت اتفاقية تعاون لدعم مبادرة حاسوب تعليمي للمدارس والجامعات بطرح وإنتاج 1,000,000 جهاز خلال المرحلة الأولى وفي جميع البلدان العربية وبأسعار منافسة، ليكون في متناول الجميع وفي خدمة المؤسسات التعليمية الحكومية والدولية، الهادفة إلى تزويد كل مدرس وطالب بجهاز محمول. إذا أردت أن تدخل على العالم العربي فالبوابة من السعودية ومن الخليج. هناك إذا كان صارت شراكة حقيقية بين دول مجلس التعاون التي لديها الثقل الاقتصادي، ويجب أن نقر بأن القوة الاقتصادية هي القوة وهي الأهمية، وهذا على مستوى العالم. فإذا كان نحن نريد أن نخدم الوطن العربي يجب أن نخدمه من بوابة الخليج، وقيادة الخليج والدولة الأكبر والأهم في الخليج طبعا هي المملكة العربية السعودية. وقد تواصلت مجموعة طلال أبو غزالة بكل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص في كافة الدول العربية، منها وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وحكومة البحرين الإلكترونية. موسوعة تعليمية بجهود عربية محلية تستهدف جميع الفئات العمرية في المراحل المدرسية والجامعية، هدفها جهاز محمول لكل طالب وطالبة، وشعارها النهوض بالعملية التعليمية. رانيا التميمي، قناة ثقافية السعودية، عمان.
أول محمول كمبيوتر عربيا، موسوعة تعليمية بجهود عربية محلية صح لي التعبير، استهدفت جميع الفئات العمرية. نتحدث عن هذه الموسوعة وعن فكرة إنشاء هذا المشروع. المشروع ما يميزه أنه تفضل أبدأ؟ نعم. هذا المشروع ما يميزه أنه أول محمول جهاز كمبيوتر محمول لابتوب واسمه تاجيتوب على اسم المجموعة اللي هي طلال أبو غزالي انترناشنال، وهو من تصميم عربي إضافة إلى أنه باسم عربي وباستثمار وإنتاج عربي، هو على أعلى مستويات المواصفات الدولية. يعني نحن لم نشأ أن ننتج منتوجا رخيصا وبمواصفات متدنية، لأننا نعتقد أن الإنسان العربي والطالب العربي والطفل العربي يستحق أعلى المواصفات ليكون موازيا ومتفوقا على أقرانه في العالم. هذا المشروع مشروع غير ربحي، سيباع بسعر التكلفة فقط دون إيراد قرش ربحي، ويكون فقط مخصصا لخدمة المجتمع. المقصود منه خدمة المجتمع العربي كأداة من أدوات دعم هذا المجتمع في مسيرة التحول ليصبح مجتمع معرفة على أعلى مستويات المعرفة العالمية. في مواصفاته أعلى التقنيات كما قلنا، تكلفته لماذا يستطيع أن ينافس المنتجات الأخرى؟ لأن ألغي منه هامش الربح، ولأنه ألغي منه هامش التسويق، لن يوجد في المحلات التجارية والموزعين، بل يكون بموجب عقود مباشرة مع الوزارات ومع الجامعات والمدارس والهيئات والشركات وإلى آخره، وأيضا من خلال مكاتبنا المنتشرة في الوطن العربي. فألغينا مصروف التسويق وألغينا مصروف الإعلان، لن يكون هنالك إعلانات عن هذا الجهاز، لأننا نريده أن يعلن عن نفسه من خلال استعماله وتداوله ومن خلال التقنية المعرفية. أي أننا سننشئ فيسبوك عن هذا المشروع، يدخل وينتشر به من خلاله على كل المواقع العالمية، فنستعمل التقنية أيضا في تسويقه، وبالتالي نوفر من تكاليفه. لذلك نستطيع أن نقول بأنه مع أنه هو أعلى مستوى من المواصفات في فئته في المنتجات العالمية، ولكنه أرخصها لهذه الأسباب. نعم.